الانتخابات القاعدة الدستورية الواحد. طيب أنا هيك وجهة نظري أنا يعني ما فيش بأس، هو انتخاب يعني ننتخبوا في بلاد خاشة في الحيط هي 10 سنوات. طيب يعني بيشوفوا احنا فرصة الانتخاب هذا، والشيخ ما نبيش يعني ندخل في. طيب شكرا، لكن انا نرى ان تستمر الانتخابات وخلينا نشوف ونجرب حتى ولو. طيب طيب واضح يا عيسى، شكرا لاتصالك ووصل. لحظة، نحن مع الانتخابات، نحن مع الانتخابات، ولكن ليس على ما يسمى القاعدة الدستورية، لأنها الانتخابات معها كعدمها، كأننا ما عملناش انتخابات. نحن نريد انتخابات بناء على الاستفتاء على الدستور الدائم الذي اختارته لجنة الستين. هذه الانتخابات التي نريد أن يكون أن تجري على هذا الأساس، تجري على الدستور لا على القاعدة الدستورية، لأن القاعدة الدستورية قلنا هذه من تلبيس الأمم المتحدة التي لا تقول الحقائق. معناها قاعدة الدستورية معناها أنكم ديروا انتخابات وراه ما تملكوش أمركم، وما زلتم تحت الوصاية، وما زلتم تحت المرحلة الانتقالية، ونحن زي ما قلت قاعدين في الحيط اللي أنت خايف منه.